السلام عليكم. حكينا بالحلقات الماضية عن أهمية معرفة ارتباط العضلات ببعضها، لأنه أنت ما بصير تحرك عضلة بيوم راحتها تخرب كل شيء بنيناه وما عاد في أي تميز لرياضتنا، صار إرهاق بإرهاق وبالتالي ما عاد في نمو صحيح. بدك تعرف شو هي العضلات المرتبطة مع بعضها حتى تدربها دائما مع بعضها. طبعا كل كلامنا هو اليوم عن النظام الأساسي. هلا مثلا نحن من عدة حلقات حكينا بعلاج أسفل الظهر، عطيناكم تمرين الأساسي وعطيناكم تمرين عكسي اللي هو تابع للنظام الثنائي اللي اخترعته. فهذا النظام الثنائي لا بيشمله يعني قواعد تانية. فخلينا هلأ نحكي على الأساسي، ارتباط العضلات ببعضها في النظام الأساسي. فكل تمارين الظهر بتحرك يدين أمامي، لأنه تمارين الظهر عنا الباط الأعلى والباط الأسفل والكتاف الخلفي والتجديف ومثلث الرقبي الأسفل اللي هو جاي بأسفل الظهر غير المثلث الرقبي اللي فوق. كل هدول بما انك انت عم تسحبهم بالكبل معناتها بدك تحرك اليدين الامامي اللي هي البايسبس بتسموها، فلازم يلعبوا بيوم واحد بغض النظر قد تلعبهم تقيل وخفيف قد وسط وتقيل، بس يلعبوا بيوم واحد هذا المهم. اما لما انت بتلعب يدين امامي ما بتحرك الباط، بس اذا لعبت باط حتحرك اليدين امامي. اليدين امامي بتحرك جزء من المعاصم، يعني لذلك يفضل كمان تكون بنفس اليوم، لكن مو مثل النسبه يلي بتحركها تمارين الظهر اجمالا لا اليدين امامي بتحركها اكثر ترهقها اكثر. طبعا الظهر نحن التأبين ما بنحسبه مع الظهر، يعني لانه في الارتباط مع الجزء السفلي اكثر، وان كان فينا نحسبه يعني لو حبينا مع الظهر، لكن بتقسيماتنا نحن لقينا افضل واريح تخليه مع الرجلين. هلا عندك تمرين الصدر دامبل بيحرك الكتاف الجانبي واليدين خلفي، بينما اليدين خلفي ما بتحرك لا كتاف جانبي ولا الصدر. الكتاف الجانبي ما بتحرك الصدر، بتحرك شوي شيء بسيط اليدين خلفي. على العموم بكفي انه الصدر بيحرك اليدين الخلفي والكتاف الجانبي فلازم يكونوا بيومه. وطبعا الكتاف الامامي هو نفس مبدا الصدر، بيحرك الكتاف الجانبي وبيحرك اليدين الخلفي. يمكن انت ما يكون عندك خبره بالرياضه تفكر انه ما بيحرك الكتاف الجانبي، هو بيحرك زاويه معينه حتى من الكتاف الجانبي، زاويه بسيطه. طبعا اليدين الخلفي اكثر، فكتاف امامي بيجي بنفس اليوم. المثلث الرقبي إذا أنت عم تلعب كتاف جانبي دقيق جدا مثل ما احنا بدنا نشرح لك اياه، مثل ما شرحناه حتى بالهوائي تمارين هوائية، فما بيحرك المثلث الرقبي، لكن إذا عم تغلط فيه عم ترفع كتفك ولو ميلي واحد رح يتحرك المثلث الرقبي. على العموم هو بيجي المثلث الرقبي بنفس اليوم مع الصدر وبيحمل نفس أوزان الصدر، يعني ضغط دامبل. نجي للرجلين، إذا أنت عم تدفش على الليج بريس دفاش الرجلين المائل عم تدفش بهالطريقة هي، ف حتحرك رجلين أمامي طبعاً وحيتحرك جزء من الرجلين خلفي. كل ما رفعت رجليك على الدفاش أكثر رح يتحرك جزء أكبر من الرجلين خلفي، بينما لو أنت لعبت الرجلين خلفي طاولة مثلاً رجلين خلفي وأنت نايم على بطنك، يعني بالطرق تبعنا لحنا ما بيتحرك أبداً الرجلين أمامي. البطاط الأمامية والبطاط الخلفية، هلأ معظم الناس بيعرفوا بطاط الخلفية اللي هي خلف الساق، لكن الأمامية خطيرة جداً. الأمامية لو فيها ضعف ممكن تنشل، احنا لما بنعالج المشلول بنركز له على البطاط الأمامية حتى يقدر يرفع القدم ويمشي. فدائما احنا نلعب بطاط أمامية وبطاط خلفية، دائما عندنا تكامل بالعضلات، احنا ما في عندنا منطقة فاضية. المهم بهالشكل هذا البطاط الخلفية ما بتحرك البطاط الأمامية، ولا البطاط الأمامية بتحرك البطاط الخلفية، ولا البطاط العلاقة بالرجلين يعني بالفخذ، لا الأمامي ولا الخلفي. لكن احيانا انت بتدفش ببعض الزوايا بتشوفها بعدين، بتدفش رجلين على الليج بريس فبدك تحرك شوي البطاط الخلفية، يعني شوي بده يصير عليها شوية حمل لأنك بتكون بوضعية معينة. كمان عندك الرجلين خلفي بالدامبلز أو بالبار، رجلين خلفي نلعبها لحنا بتشبه التأبين شكلها، فبما أنه بتشبهها فهي بتحرك التأبين، يعني بتضغط على العضلة. يعني في عنا فرق بين تحركها بمعنى تمدد وتقلص أو ترهقها وهي متقلصة وثابتة. يعني في تمارين ترهق عضلات تانية لكن مو انه بتحركها مد وسني، وانما بتضل ثابته هديك وما عم تتمرن، لكن ثباتها بحد ذاته وتحملها لجهد معين هذا حد ذاته ارهاق. فلذلك نحن فينا نحط الرجلين كلهم مع بعض افضل، لعله بعضهم يحرك البعض الاخر من عضلات الرجلين بشكل عام قسم السفلي، فمنخليهم يوم لحال او نجمعهم مع الصدر ممكن كمان. هذا هو السبب ليش منخلي عضلات الظهر كلها مع اليدين امامي مع المعاصم لازم يلعب مع بعض، صدر كتاف جانبي يدين خلفي كتاف امامي لازم يلعب مع بعض، لانه كمان الكتاف الامامي بيحرك شوي من الصدر الاعلى، فهدول لازم يكونوا مع بعض ويفضل يكون مع المثلث الرقبي. اما انك تحط معهم الرجلين او لا فهذا شيء اخر. ان شاء الله تكونوا استوعبتوا اللي حكيناه وسجلتوه وعم تنشروا هالعلم هذا
وإن شاء الله بالتوفيق، والحمد لله رب العالمين.